لا يكتفي الإنسان بالمشي على ساقيه، بل هو قادر على الركض، الوثب، التسلق والقيام بالكثير من الحركات الأخرى التي يكتشف فيها الإنسان سلسلة من أوضاع التوازن التي يسابق بعضها بعضا بشكل متناسق. العضلة هي مادة الحركة الخام، من أبسط حركة إلى الجهد المتواصل الذي يتطلبه الركض في سباق الماراثون مثلا. العضلات على ثلاثة أنواع تختلف بالبنية والوظيفة، منها العضلات الملساء والعضلات المخططة وعضلة القلب. فالعضلات الملساء هي عماد الأجهزة الداخلية، تعمل باستمرار لتؤمن وظائف عدة، منها الهضم، الدورة الدموية، التنفس، لذلك دعيت بالعضلات الحشوية. تمتاز بلون أبيض شاحب، وهي ذات استجابة بطيئة كالتحركات التموجية التي تدفع الغذاء في السبيل الهضمي. أما العضلات المخططة أقوى وأكبر أنواع العضلات الثلاث، تخضع لإرادة الإنسان، وتستند العضلات المخططة إلى العظام، لذلك دعيت بالعضلات الهيكلية. تمتاز بلونها الأحمر، وهي ذات استجابة سريعة كالعضلات المحركة لأطراف جسمنا مقارنة مع العضلات الملساء. أما النوع الثالث من العضلات، عضلة القلب، فهي عضلة فريدة تمتاز بصفات مشتركة بين العضلات المخططة واللا إرادية. لونها أحمر، لا تخضع لإرادة الإنسان، وهي ذات استجابة منتظمة. لتلك العضلات على اختلاف أنواعها خصائص مشتركة استدل عليها من خلال التجربة والبحث، كتجربة العضلة والعصب عند الضفدع، فعند تنبيه العصب الوركي لوحظ تقلص العضلة المرتبطة به، أي تنبهت واستجابت بتقلصها. فأولى الخصائص للعضلات قابلية التنبه. أتلمس العضلة العضدية الأمامية ذات الرأسين والعضلة العضدية الخلفية ذات الثلاث رؤوس. أقوم بتقريب الساعد نحو العضد وأبعاده مرات عدة. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن العضلة المتقلصة قصر طولها مقابل زيادة قطرها وصلابتها مع ثبات حجمها، بذلك تكون الخاصة الثانية للعضلات قابلية التقلص. أحصل على عضلة فخذية طازجة وأثبتها من أحد أوتارها وأعلق بوترها الثاني وزناً. ما التغيير الذي يطرأ على طول العضلة؟ ماذا يحصل عند أبعاد الوزن المعلق بالعضلة؟ يزداد طول العضلة عند التأثير فيها بقوة ما، ثم تعود لوضعها الطبيعي بزوال تلك القوة، بذلك تكون الخاصة الثالثة المرونة. أمسك ثقلاً ما وأرفع يدي نحو الأعلى، أحتفظ بهذه الوضعية لعدة دقائق. لا تستطيع العضلات الاحتفاظ بتقلصها لمدة طويلة، لذا النتيجة خفض يدي نحو الأسفل. بالمقابل عضلات الرقبة التي تجعل رأسك منتصبا لا تتعب مع بقائها متقلصة لفترات طويلة، لأنها تتمتع بخاصية المقوية التي تميز بعض عضلات جسمنا، حيث تحتفظ بتقلصها لمدة زمنية طويلة من دون بذل جهد. يصاب بعض الأشخاص بحالة تشنج عضلي شديد في الليل أو بعد ممارسة الرياضة، والتي تستمر فيها العضلات متقلصة ويترافق ذلك بآلام شديدة. يمكن علاجها بالتدليك الخفيف باستخدام منشفة مبللة. كان الارتباط الجهازين العظمي مع العضلي دور كبير في تنسيق الحركات بتوازن وأحكام، وهذا يستدعي المحافظة عليهما من خلال التمارين الرياضية والغذاء الصحي والنوم الكافي.